انا واحد من المستخدمين ديال هاد الوحده الفندقيه. هاد الوحده الفندقيه بعد ما خرج القرار ديال الدعم الاجراء اللي شادهم شركات الوساطه، يعني جميع شركات الوساطه ديكلارات المستخدمين ديالها، الا هاد الشركه اللي خدامين معها حنا ما عرفناش السبب علاش ما ديكلاراش المستخدمين ديالها في جميع المدن المغرب، والمستخدمين ديالها يعني كيعتبروا بالالاف. ملي جينا للوطين هنا بغينا ندويو قال لك حنا ما عندنا حتى علاقه، سيروا عند المشغل ديالكم، سيروا عند الشركه. حنا فاش جينا للوطين جابوا لنا كونطرا ما كناش كنعرفوا حنا الشركه، حنا جينا خدمنا شهر شهرين 3 شهور عاد كيجيبوا لنا هما الكونطرا ديالهم. يعني حنا الشركه ما عندناش اتصال مباشر بها، هما اللي جابوها لينا. ودابا ملي جينا بغينا نهضروا مع المدير لقانا بواحد التصرف يعني ماشي كيزري علينا سيروا حيدوا ليا من هنايا، يعني واحد التصرف لا انساني ما خاصوش يتعامل معنا بحال هكاك. وحنا دوزنا معاهم هنايا، دوزنا معاهم راه كاين اللي دوز 5 سنين، كاين اللي دوز 6 سنين، ما عمرناش كاينه. واخا الظروف العمل اللي كنخدموا فيها ظروف سيئه كندوزوا العذاب معاهم، كاين بعض المرات اللي كنخدموا 3 شيفت 2 شيفت. ودابا ملي وقفنا على الحقوق ديالنا اللي عطات لنا الدوله بغيناهم يتعاونوا معنا، ما بغاش يتعاونوا معنا. حتى انا خويا من البيرسونيل اللي خدامين في هذا الاوتيل حتى حنا ما استفدنا ما والو. الناس اللي بحالنا الانتيريم بحالنا استافدوا، خداو هذيك الفلوس اللي دوزوا الفيرمو، حيت حنا عندنا تقريبا من شهر 6 ملي دوزوا لنا واحد 3 شهور ديال 2000 درهم صافي حبسوا. فهاد الوقيته حنا باقيين خدامين ما والو. ملي سمعنا الدعم استافدوا الناس وكلشي استافد، مشينا دابا ملي كنمشيو عند هذاك ار اش ديال لا سينيساز كيقول لنا سيروا عند مفتش الشغل، كيقول لنا سيروا عند اوطيل اللي فيه نشوما اوطيل، كيصيفطنا للشركه اللي عندها حنا كيدويو معانا ما والو، كيقولوا انت حنايا ما مستافدنا ما والو، باقي شي مئات الشركات الوساطه ما مستافدينش، كيقول لنا حتى حاجه، كيقول لنا نشوما عطوني الحل. حنا ما عندنا لا حل لا والو، كنجيو كنهضروا معاهم ما كيقولوا لنا والو، ديما غاديين جايين بغينا شي حل يكون يشوف اش غيديروا معانا. راه بزاف راه من شهر 3 بقينا خدمنا. السلام عليكم، انا وحده من الناس اللي خدامين في هذا الفندق هذا اللي هو السياحي. اليوم جينا باش نطالبوا غير بالحقوق ديالنا. احنا كنا مباشره خدامين، جينا لقينا غير لوطيل، من بعد عطاونا كونطرا سينيوا اللي احنا ما عارفينش شنو هي الكونطرا، من بعد لقيناها بارتنير انتيريم. كنطالبوا حنا بالدعم ديالنا اللي كاع شركات الوساطه استافدوا حتى لهاد الشركه هذه. كنعيطوا ليهم بالمسؤولين ديال الشركه كيقولوا لينا حقا حنا دفعنا الدوسي ديالكم لا سينيسيس. لا سينيسيس مشينا عندها قال لك الدوسي كاين تما، كاين لا سينيسيس المديره الكبيره. اسيدي اولادي راه لا سيني راه الشركه راه ما دفعتش الديكلاراسي ديالكم، يعني المشكل من الشركه. هاد الشركه هادي ملي مشينا لمفتش الشغل ها هي استدعه، كنمشيو عندهم باش ندقوا عليهم نعطيوهم استدعه ما بغاوش يحلوا علينا، وكاينه الكاميرا حدا الباب. مشينا لعند العساسه تما كلشي كيقول لك راه كاينين، هاد الشركه فيها مشاكل. حنا جينا لوطيل باش يديروا لينا شي حل، حيت حنا ضربنا تماره في هاد لوطيل هذا، على الاقل يقولوا لينا شي كلمه نرتاحوا بها. لحقاش هاد الناس هادو كاملين مساكن، كاين اللي مسكين بغى يبيع فراشو، بغى يبيع فراشو، كاين اللي عنده الكرا، كاين اللي مصاريف بزاف الحوايج حشومه. ملي جا خرج عندنا المدير واحد الجواب باش كيهضر معانا لا حول ولا قوه الا بالله. حنا فين غنلتجؤوا؟ حنا علاش شركه الوساطه استافدوا؟ هاد الاستفاده عطاه لينا سيدنا الله ينصرو ديال الدوله. ايوا شنو على السبب نتوما ديروا لينا؟ اولا واقيلا الشركه غير قانونيه، قولوا لينا نتوما واحد الكلمه اللي غنرتاحوا بها، عطيونا واحد الاجابه اللي هي معقوله، ماشي تخليو بنادم مجمع هنايا ضاربين تماره وكل شيء في الاخر اشنو راه لا يعقل لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. السلام عليكم، انا من البيرسونيل ديال هذا الاوتيل، كنتمنى انهم يديروا معنا حل. هذا الشيء راه بزاف، راه من نهار اللي جلسنا عطاونا 3 شهور ومني كانوا داوين على الاستفاده ما بقينا خدينا والو. دابا ملي خرج هذا البلاغ كنتمنهم انهم يديروا معنا حل، لان شركات الوسطى كلهم استافدوا الا حنايا، لان علاش عندنا الشروط متوفره فينا كاملين، ديكلارين شهر جوج واون بلوس ما خداميش و 3 شهور ديال سميتو اللي خدينا، يعني متوفره فينا كامل الشروط. كنتمنى انهم يديروا معنا حل، الا ما داروش معنا حل غادي نشوف واش غادي نديروا معاهم ديك الساعه. وشكرا. حتى انا من بيرسون ديال لوطيل استفدنا شهر 3
وأربعة وخمسة، من تما كنا لقينا استفدنا، جميع الشركات كاملين استفدوا إلا حنايا. من جينا ندوي على حقنا قالوا لنا حنا ما عندنا ما نديروا لكم. جا المدير قال لنا بحال شي حشرات خرجوا علينا من لوطيل وما عندنا ما نديروا لكم، حنا ما بغينا والو، بغينا غير حقنا. راه كاين اللي هنايا ما عندوش، كاين الكرم مجموع عليه عام، كل واحد وأشنو عنده، حسبي الله ونعم الوكيل. كما كتعرفوا أننا خدامين في واحد في وحدة فندقية، و ديجا بركنا في شهر 3 عام دابا حنا مريحين وبلا دعم بلا والو. ملي مشينا لشركه الوساطه اللي حنا تابعين ليها ما نكرتنا، ما بغاش كاع تخرج تشوف فينا، كاع كندوي معاهم في باغ تيليفون ما كيدوي، كيقول لك لا حنا راه ديجا درنا ديكلاراسيون في لا سي ان اس اس. مشينا لا سي ان اس اس كيقول لك حق حنا ما كاين حتى شي ديكلاراسيون بسميتكم بسميه الشركه. جينا للوطي كيقول انا ما عندي حتى شي علاقه بكم، سيري شوفوا مع الشركه ديالكم، شركه الوساطه ديالكم. شركه الوساطه ديالنا حنا نكرتنا، حنا بغينا غير نعرفوا كاع شركات الوساطه كاملين خداو الدعم ديالهم الا الشركه ديالنا، حنا بغينا نعرفوا علاش، وكنطالبوا بالحقوق ديالنا، هادشي اللي كنطالبوا.